يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي أن أغتسل في بيتي قبل الميقات، وذلك لشدة الزحمة التي تكون في الميقات؟ الاغتسال ليس واجبا، الاغتسال للإحرام ليس واجبا، إنما هو مستحب إذا تيسر. وإذا اغتسلت في بيتك والمسافة قريبة ولا يمديه يصير عليك وسخ وغبار فلا بأس بذلك. نعم. يقول وإذا اغتسلت قبل الميقات فهل من الضروري أن ألبس لباس الإحرام بعد الغسل مباشرة؟ لا، ما يلزم هذا. تغتسل وإذا وصلت الميقات تلبس ملابس الإحرام وتنوي وتلبي. أو مثلا في الطائرة تغتسل بالرياض وتروح للطائرة، وإذا حاذيت الميقات في الجو تحرم وتلبس ملابس الإحرام. نعم، عند الإحرام. نعم.